يقول السائل: هل يصح أن أطوف بالبيت وأنوي أجر الطواف لوالدتي وهي على قيد الحياة؟ على قيد الحياة لا، إنما هذا في الميت يطاف عنه أو يعتمر عنه أو يحج عنه، أما الحي الذي يقدر على المجيء إنه لا يناب عنه في الحج ولا في العمرة ولا في الطواف، لأنه يقدر على المجيء بنفسه، ولكن بإمكانك أنك تطوف لنفسك وتدعو له، تطوف لنفسك وتدعو له في أثناء الطواف وغيره، وينفعه الدعاء بإذن الله. نعم.